السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الشتيوة ومع البرد؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الشوكولات للدهن للخبز اللي كيجيو زوين عزيز على الوليدات. غادي نحتاجو فيها البنات 5 دراهم ديال الشوكولات او 6 دراهم بحال هكايا. المهم 5 دراهم، انا عندي 5 دراهم ديال الشوكولات. عندي باكية ديال هيرنيس، انا خديت هاد هيرنيس، هذا هو البنات نوريكم الباكي ديالها. هو هذا اللي خديت ديال 2 دراهم، وعندي هنا 2 معالق ديال السنيده، وعندي واحد معلقه صغيره ديال نسكافيه، وكاس ديال الحليب البنات. هادشي اللي غنحتاجو في هاد الوصفه. بسم الله، ندوزو للطريقه. نحتاجو الكاسرونه، نحتاجو هنا الكاسرون البنات. غنديرو فيها الحليب، بسم الله نديرو فيها الحليب، وغنديرو فيها هاد الكاكاو، هاد الشوكولاتة البنات راه كنستعملوها دايما باش لما منصوبوهاش في ديورنا بحال هكايا كتجي زوينة. نديرو هاد نسكافيه، نديرو 2 معالق ديال السنيدة على حسب الحلاوة كل واحد. ما بغيتوش ديروا ما بغيتوش تزيدوا الحلاوه، بلاش تكتفوا غير بالحلاوه ديال الشوكولاط، تكتفوا بها صافي. غادي نديروا هذا الشيء فوق البوطه تذوب لينا الشوكولاط ونرجع معاه. هاكايا درنا فوق البوطه صافي، وكنحركوا شويه بشويه، كنحركوا هذا الخليط تذوب لينا، ما نخليوش ثاني يبقى يطبخ، غير تذوب لينا الشوكولاط صافي ونحيدوه. صافي كنحركوها كويس حتى تدار لينا الشوكولاط مزيان، تدوب لينا غيسخن الحليب مزيان، هذاك الشوكولاط غيدوب، خاصو غير الحليب يسخن راه هذا الشوكولاط غادي يدوب فيه. صافي كنحركوه. هاكا البنات راه كتجي زوينة البنات هاد الشوكولاط، ملي تجربوها مبقاش تحتاجو كاع تشريوها باش منصاوبوها. المكونات ديالها غير بساط، ماشي شي حاجة دغيا توجديها في دارك. صافي كنبقى نحركوها كل البنات تذوب لينا ونرجع معاكم. كيبدا يبدا من الجناب، كيبدا يطبخ من الجناب صافي، نطفيو عليه منخليوش تي يطبخ تاني بزاف. صافي غادي نطفي عليه دابا. انا هنا البنات غادي نزيدو دابا البسكوي ديالنا، نبدا نهرسو شويه بشويه بحال هكايا، وغادي نطحنوه، ما غاديش نحتاج كاع، ولكن نهرسو شويه باش صافي كنهرسو بحال هكايا. انا درت غير شويه ما كثرتش، يمكن لكم ديروا 2 باك ديال هاد البسكويت، ديروا 2 كيسان ديال الحليب اللي بغى يذوب المقادير، تعطيه زعما تعطيه كمية كثيرة شوية يذوب المقادير. صافي كنحركوه شوية وكنخليوه شوية هكا في هاد الخليط شوية، كيما تعرفوا هذاك البسكوي كيبغي يرطب شوية يرطب شوية. ونجيبو المونينيكس ولا الدراب البنات داك الكهربائي، نطحنو بيه نطحنو بيه. المهم انا غندير مونينيكس، غنتسنى فيه شوية، نتسنى عليه شحال تشوف 5 دقائق ونرجع نطحنو. صافي البنات هنا غادي نجيبو المونينيكس طحن، نديرو فيه الخليط ديالنا نطحنو. غادي نطحنو البنات، الخليط ديالنا طحن، نعاودو نجيب الكسرونة نربط فيها نيت، هي نيت هانتوما كتشوفو.
كنطحنوه مزيان حتى ما يبقاش في داك البيمو داك عفوا ما يبقاش في داك الهيرنيس البنات كيبان صافي كيطحن كيولي ليس صافي. هانتوما الخليط ديالنا على هاد الشكل نخليه شويه يبرد ونرجع معكم. صافي البنات هي الشكلاط ديالنا هو كيولا راه باقي سخونه البنات هانتوما راه غيبان لكم الفار باقي طالع لنا باقي سخونه باقي غادي تجمد كثره ها هي كتبان كتبان زوينه زوينه. نديروها في القرعه ونحطوها شويه في الثلاجه. القرعه البنات خويتها من كان فيها الكوفيتير خويتها غادي نديروها في القرعه صافي البنات. هي القرعه عمرتها انتما عطاتني قرعه عطاتني قرعه ومازال هنايا الخير غادي نديرها في شي طبيصيله. هانتوما البنات الشكلاط ديالنا هو بعد ما برد ها هو كيبقى على هذا الشكل هذا هو كيجي زوين البنات وباقي راه باقي غيبرد باقي غيبرد كثر يعقد مازال ها هو كيجي على هذا الشكل البنات راه كيجي زوين ينفعنا كل الوليدات ندهنوا به الخبز ندهنوا لهم اشياء بحال هكا مسمن بحال تعرفوا الوليدات عزيز عليهم هذا الشيء ديال الشوكولات. وهذا الشيء البنات هو عطاني هذه القرعه هذه وعطاني هذا الشيء لي كما قلت لكم اللي باغي يضوب المقادير يضوبلهم. وكنتمنى تعجبكم هاد الوصفه البنات وتجربوها وديروا لي البنات تفرجوا في فيديوهات ديروا لي اللايك والتعليق شي تعليق زوين البنات واللايك لايك لايك البنات وشكرا لكم على دعمكم وكنشكركم بزاف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده وكنشكركم بزاف كلكم قدام وجداد شكرا لكم بزاف يلا باي باي عليكم.